يا عيال الركض والاخبار ما هو بكل يوم، والله ما هو بكل يوم. احنا رجعنا ما نبيهم، والله انا مهم ما نبيهم. اذا خلص الريالتي عنده معلمنا يخلص تدفع طاقتهم. حتى هات البطاطس. ايه باسك صغيرني. احس بيدك على واحده ما تحبه. اقول والله اني اريده. وين حاتم ايش تقول؟ احس في داخلي ود الناس. يا رب تجعلنا مفاتيح للخير واستر بسترك يا الهي. خطانا لولا يقين الادمي بت يسير سنشقى في وسط بطنه الرمانه. طيب يا ما ضحكنا والليالي مع سير من خوف ما تضحك علينا اعدائنا. طيب واللي نوى بالشر للناس شرير والشر ما له نسمه في هوانا واللي يسولف بالقفه دايم يصير هالجلقفه ما هو على مستوانا دون اخويانا ما تفيد المعاذير حنا اخويانا في ظهور اخويانا اذا تركنا ظهورهم للمناشير خلنا رجولتنا وخلنا طيب وفانا. يا رب نبغى رضاك ورضاك لا غير رضاك وفق سلم في رضانا. يا سلام. طيب طيب بعد الشكر والحمد انا شخص منحوس حظوظ العرب حظوظ العرب عليك عدها بعد الشكر والحمد انا شخص منحوس حظوظ العرب مدري شنو هو خير منها لو تنحذف من السما شنطه فلوس بتطيح فوق راسي بموت منها. الله اكبر. يا والله المقروض عجب يا جماعه قرطيس معك غائد ما استغفر الله. ذاك اللي يقول لو تمطر الدنيا على روسنا حظوظ حظي صنع فوق راسي مظله. لا يا رجل مسكتنا في مخي اليوم اول بقولها لابو خشمان ذي سجلت منها اي تجي وجت اللي من خذت قلبي وخلتني للعبوس العوايد والتقاليد تاقف دونها. والله انها عندها لها مثل ناقه بسوس لو وجيهها قامت الحرب لاجل عيونها بالسيوف اللي على حدها شفرات موس وبالخيول اللي شناكيرها بسنونها لو نبت لي من ضروس العقل 10 ضروس ماني بعاق انا الحب انا مجنونها. الله اكبر ايش دنها يحب. يلا هي اللي سترك ابيض من الليل ودقاها. طيب ما على غرات ملنت يا جل وعلا انت قرم منك بصيام واحسان وصلاه جعلها في خشيه منك عن دفعه بلا. يا سلام ما قريت الا كتاب جفاه اللي جفاه لا تجاهل محكمه لا من قرا ولا تلا راكب اللي يوم همسه واقه وراه يتمطرق مثل تمطراق اسبوعين في خلا يتشيخ في يتشيخ في الوطاء لا يتشيخ في القعد ويتشيخ في الوطاء. هم عاد تقول هو يسر الحين زمله دق سلفه لا قرا دعاه ولا ما قراه خله هو يسر سر سايه عليت راحت بليت راحت عليت. ما عاد جايه بخطيتها خطيتها. جاني كلام يقول يا سيده لو سمحتي لي مجرد حوار هذه بيات احبها اعلم اليوم ايفان بها. يا سيده لو سمحتي لي مجرد حوار بول عندي سؤال وباخره لك زجر. انت كشفتي خمر ولا كشفتي خمر من لحظه اشرقتي بوجهك وانا في دجر يطهر من الضحكه اللي في عيون الصغار ويطهر من الضحكه اللي في عيون الصغار واعذب من النسمه اللي مع صلاه الفجر. جيتك وانا ممتلي حسره وقل اقتدار واخاف صدري من اللي شايله ينفجر. لا تغرك السلوى اللي ضحكها مستعار سكين صدري لها بين الحنايا مجر. واللي اخذك الكبر فناسيل الكبار اللي تناقل فعايلهم الشيوخ الهجر. جدودي اللي مسيرتهم بكل اقتدار مخلدين عليك زود مخلدين الفعول وكاسبين الاجر. مهاب وجدودي الفرسان فوق المهار شلون ابغى اخالف جدودي واخاف الهجر. طيب في قصيده كلكم عارفينها لكن البعض نبي قصه وقصيده ولا قصه لحالها؟ في بعض الناس ما يدري وش قصه القصيده وهي شرط شاعر هجعلها في الجنه. القصه قبل القصيده. القصه الا وهي الرجال هذا تخبرون كل رجال عليه من امور الدنيا ما عليه من دين من امور. الرجال ركبه دين ودروا وربعه لحمته القريبه درت واقبلوا عليه بصف واقبلوا عليه بدراهم. قال وان كان مال وامور دنيا في الهم ينجلي مر حن لك اللي تبي. فشاش الرجال وتحمس وكتب ذا القصيده قال مرحبا حياكم الله على بن وخروف
اوف في محل الوارثين انت رحيبه سبل. جمل الله حال، قل للدراهم والظروف شرحت مستقبلي واثبتت لي ما قبل. يلا ليت جدي حي وابوي وعيونها تشوف العرين اللي تقاطب حميا في شبل. لا فقدتوا واحد اثنين من بين الصفوف، ما بغيتم رؤوسهم فخذوهم من راسي دبل. ايه الله الله والله لموت واحط ها الله والله لموت. اي والله الله والله لموت ما طعت الضعوف دام صوتي رفعته ردت في جبل. الله اكبر ما ادري كذا وصف. ايه وصف كل شيء. اول شيء رحب دايم دايم الشعار احدتهم الحاجه يجيبون ابيات عظيمه. انا تبوك يمشي لي فيها قناة وش دخل انا 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 الحسين ما قصر حطنا 7777 لوكيشن على اللي عندك ما يفهم اقعد فيه تجيبني وانا جالس تعدي عندي ليش؟ ما جيتك في مجلس بكر باقي ادخل ابى الطم كبدي عاد لو مجلس بكر ما لك شغل الليل وتروح هذيك ذكر كلمه زبده ولد ايه مكتبين الله يرحم والديه. مصيبه تدري وش هو؟ مصيبه الجمهور لعب براس فرخه العرد هذه مصيبه ولا والله انها سيده ولكن بعض الجمهور غبي ما يفهم. لا 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 انت اذا كنت اسمع اذا كنت من نلعب اللي تسويه ترى ما عليك في جمهور. لا والله لا لا صار عن صار لا لا بقول اعطيك نقاش على السريع صار انا بس بدخل واجي. شوف شغله تقول لي الجمهور لا وما لا في ناس يطول العمر تلقاه كذا ثم لا قرا له تويتر ولا سوى شيء ثم وش سوى قام يعادي. انا اطلع في الكاميرا لازم اثبت عمري يعني لازم اروح واحد من جمهوري عمره 13 سنه كاتب ريان ما تشوفه ماجد لازم عودي ولا ريان عجبتني حركته ذي وقد انقز واسوي تخيبل عشان ايش يقول ترى حياتهم برا مي بكذا صل على النبي والله صدق نص العيال اللي يركضني حياته برا ممكن تخيل انك بس رحت معه جماعه على جواله يا ولا ننفس عليك ولا يسوي لا زايد هذا حاطينها ذباب جوقعيه انها اللي عاد يركض هذا مسمى رياليتي حاطينه حتى من قبل مو رياليتي هذا مو رياليتي هذا سماجتي يعني ما تعدي هذا اعدي في وقتها العديه في وقت اعدي لا اعدي في وقت العديه في حال لا شيء في شيء الوقت شوف الحين انت اصبر يا ابو خلود لا هند ابو خلود لا تحاول تقلب الطاوله لا بس انا بقول لك بعطيك حاجات تقنيه تمشي عليها زين. انت في مسجد تصلي الله اكبر اجي انا جنبك يا لا 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 يا عيني عليك هذه قربتها لك مجلس رجال عزيمتك اللي سويتها لنا ذيك الليله في بيشه جيت انا طول عمر مسوي زي كذا داخل عليك مسوي زي كذا يا لا 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 وش تبي تسوي لي يا عيني عليك بعض الامور تصير هنا زي كذا جالسه تسولف بها يا طول عمر تخيل تقول قصيده سول هذا مو بريالتي حذفكم قاروره لا لا وبعلك صح والله زايد انا بفهمك الموضوع زايد لا في دي هو قصده ترى راح تسويها صدق والله دورت علي صدق والله صدق سويها خالد جديد عبد الله اسويها انا اسويها بعضها بس انت ليش تجي مهم تجي تاخذ عشان مريت الاعداد وشفت الكاميرا عليهم تروح تاخذها منهم تعال رايك في صدق بالك بقصد زايد وبقصد اليوم يوم سبت واخوي انا طلعي زايد فما يصلح الرياليتي اليوم مره مشكله وش مجلس سوالف جلسه صار دي سالفه وقصيده اوكي خليته الخسر كذا جاء حمد طبقها يرقصون قاعد جالس يدخل عليهم بالبطه ويحط على الكاميرا كذا سولف قصيده قل قصيده خلني اوضح قل قصيده قل سولف زايد يقول الحب زين سمعنا يا ابو حسين العباده بالجهر بالجدران قل قصيده سمعنا يا ابو حسين يا لا عمر لا 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 كاميرا ايه كاميرا ايش بتسوي؟ شو بتسوي؟ هذه بيها حادث وش؟ ليش لدايم احنا من جوالات؟ عشان ما اشوف التعليقات عشان التصميم انا شفت رياكشن ولا ذبه رحت اطبقها مره ثانيه كل يوم اعاقب ابقلده اعاقب ابها خلاص اسجل محتواي اسجل نفسي ايه اقعد اذب على اخوي بس لو انا ما معك جوال عشت انت بسجيتك وبطيبيتك وضرب لك مقطع مقطعين ثلاثه اربعه كل منها في جهه كل منها لها طريقه كل منها لها شكل دربة. الحاجه الثانيه يا حبيبي ما راح تشتهر وانت تخرب على اخويك يمكن تذب عليه يمكن تضحك عليه ما اتفق معك ما اتفق مو هذا مو بيسوق تشتهر بيسوق النقد وانت تذب على اخويك ابي اخذ طلعنا فاصل انا اعرفه ايه يا رجال هذه لازم نتصارح فيها لازم اقول لك يا خالد ابن جديع شوفني في جلسة لا عاد تجيني
لوكيشنات واجد 7000 لوكيشن. حسين ما قصر. نعم والله ما قصر. توقع يوم من الايام انا عقاب الحسين اللي جلسه لي عزبه إيه؟ توقع يوم من الايام اقول يا ريت يجي لحد يجيني فيها صح حالي بجي صح عندك حيود. ايوه ترى احنا قد نعرف في الاعلام نظام اني لجيت وتكلمت عليك قدام الكاميرا تستعطف لي فيها اي هذا بطلع الكاميرا تفاصل وبتخذ قراري معك. صدق يا ريجيل حين بيننا رفقة بيننا أخوة بيننا عيش وملح. أنا لو أني أجيكم يا أربعة وأقول تكفون يا الربع أنا أسبوع اللي طاحت ما طلعت على البث أنا أبغى أمسك كل عزولي أيوة أبغى أمسك كل الباصات العقاب. نعم كل بيكم جيت وجلستوا ذبيت عليه في حظ حقته كل بيكم. سلام خالد أعطاني باص أقول قصيدة. زايد قال أبو حسين وش ترتيب ذي العزبة وش نواف أعطاني باص ثاني. اي هذه الخوف من كذا يا ريجيل هذه اللي بنبيها احنا هذه اللي نبيها. مثلا أنا دحين دخلت وأنت تسولفون دخلت منا جاوبت ليش طيب ليش يا اخي خربت على اخويك اخويك كان عنده سالفه ليت صوتك زين. نعم ليت صوتك زين حتى لو صوتك زين تغني ليت زين عاد انا اقول ليت زين تدري وش هذا لا 60 يوم تدخل تشوف اخويك يسولف انت تشوف الكاميرا ذيك موجه صوت لا تجي لازم تجي اسمع اللي يجيك منا اللي يجيك من العباب ذا ادري انه مره الاعداد وشايف الكاميرا عليك ويبي ياخذ الكاميرا منك ليش ما يدري ان حاطين 7000 كاميرا يمديك تروح تسولف هناك وتجيك لا صار موضوعك زين يا نعم تدري ودك تلعب هناك وتجيك زين ترى الاعداد يسمعون صوتنا اذا شاف عندك رساله حاجه رساله زينه جات نعم الكاميرا عليك فر البث صوتك اسمع اي شخص يجيك يبي يخرب عليك ولا بيكسب على ظهرك شيء وشو شيء زي كذا على طول وجه الكاميرا كذا على طول طلع فاصل هدها تدري لا ما اقعد اقعد لا ما ادك ابيع قدام الكاميرا شوف لا انا ابيع قدام الكاميرا يوم الايام حسنيه ودي اسولف حسنيه تبغى الجد يوم هدفها يوم هدفها على طول على طول قلت بس هذا خطا تدري ليش؟ يعني انا اقول بشويه بنتخذ قرار ثاني هذا يعني من باب يوم اقول النقد وما نقد يعني من الوصف البليغ انت تعرف الاعلام صح؟ صح اقلب عليها الطاوله اقلب الطاوله انا والله ما اقلب عليك الطاوله مره مرتين ثلاث ترى قمت بدون شعور ما جاسم جنبي نعم وش ذنب المشاهد اللي طلع فاصل ربع ساعه انتم قتلتوا مشاهداتنا يا رجيل بالفاصل كل شيء فاصل قلت انت لي كلمه قلت اطلع فاصل قلت انت كلمه انا قلت اطلع فاصل اطلع ذبحت انت المشاهد والمشاهد اول يا ابو حسين قال كلمه زايد كم تم يا ابو حسين قال كلمه انك ادخلك انك استراح استمتع انسى الكاميرا استمتع والله انا في الاستراحات انا بكذا وانا في المجالس ما انا بكذا انا قلت كذا والطلعات ما انا بكذا سوالفنا ذربه وزينه اقرب بعد الساعه 6 الساعه 6 والله يا رب مع بعض انك يوم تقول وش الرجال الكار يا فلان انت اللي مطلع بشخصيتك يا علبه لانه هو طلع علبه يبغى تصنع يبغى اللقطه اللي شافها قبل اسبوع في الجوال حسبي الله على الجوال يبغى يطبقها مره ثانيه خلاص هذه الغربه طبق عليها الحركه دي خلاص دور شيء غيرها وانا شفتك معي مضبط وضعي معك وزي كذا شفتك ما شاء الله مستانس معك انا اجي البق فيك ولا جيت حتى اخربك ممكن اخربك شفت معك صور في كل فيديو ولا لا جيت ممكن اخربك بعد ايش لكم انا بسولف اليوم مع عقاب وبكره مع نواف وعقبه مع فيحان عقبه مع خالد ابى استرسل وياه في الموضوع واذا عيد انت تثنين على جو نعم الى عيد واذا ناقش اذا مش في القصيده واذا يمر علينا واحد نذب عليه من اخويانا راح نمسك اخوياك ارسك اخوياك زين قبل يا رجل احنا بجينا انت طارد نعم شوف اخوانك اخوانك خارج النطاق العمراني اخوانك والله فيهم واحد يفرق عن اخوانك الباقي صح كقرب لك فنفس الشيء البرنامج لا تقول بيني وبين بقين حساسيات لا يا اخي ليش ما تجلس معه انت الحين يجي الجمهور يقول ليش ما يجي يسمعك ليش انت ما تجلس مع خالد عبيد أيوة. ليش ريان قاعد الحالة ذاك اليوم طيب هذا انا ما بيهم ذاك اليوم قفله معي أيوة. ابي تكهني الحاله ايوه هذه وش منه للحين تفكر في الجوالات هي. بس لا تفكر في الجوال تيش على سجيتك تجلس مع الاثنين ثلاثه على قلوبك اللي انت عليه والله انت نجم انت وياهم سوا توك تنصح ابو محمد زبده الموضوع ما في واقعيه كذاب اللي يقولك واقعية كذاب اثنين ثلاثة اللي أوافقك الرأي ورتبيت ألف مرة والله أما الباقين يعادي ورا الكاميرا والله نجد والله لا نضحك على بعض اليوم يا رجيل تهدي حنا نلمع والله عظيم إنه صادق تعلمني حنا نلمع وحنا نقول لا والله جايين واقعية طالعين من براين تقدر اغلبنا بس يبي سوالف ابي شيء يستلزم برايم اي ما يصلح اليوم برايم تعبانين تقدر ويجيك واحد عادي ويرم عرضيك واللي يلطمك طيب يا ولد ليش؟ ابو انت عندك 7000 لوكيشن ضاقتك ابو محمد ابو محمد وليهنون الربع والله يا اجتماعات سيف الساعه 6 ودقيقه ما فادت تبي يفيد كلامنا ذا لا بيصير اجتماع لا هو بياخذ الجوال بكره بيدري الاجتماع ذا وبيدري الجمهور قال بن علي والله امشي صح
الجمهور ما يفهمها الحين، تدري متى يفهمها؟ متى يفهمها؟ لا طلعت بعد اسبوع، لا جاي على استجنه اصلا، هو لا جاي يشوف مقاطع ينقد على عمره، بس ما الحين ما يفهمها الجمهور، بيقف مع اي متسابق. لكن انا يا عقاب، انا العب، انا اضحك واطقطق، بس متى؟ ايش الوقت يا الربع؟ انا بقول لهم يا الربع، اللي بيجيني في الجلسه تاكل في الزاويه لا يجيني هذا، انت روح اجلس فيها الحين، تحدى كلهم هناك يا مطر، مطر كلها مطر، مطر سيف اول كان مطر، سيف الاحد مطر جانا اليوم، كان مطر جانا مطر من عند الخزان الابيض اللي ورانا، رشوا ما رشوا هاي جالس فيها ريحتها كلها جخامه، ريحتها كلها جخامه الفرشه. تكفون يا رجل، رب صد انا ابغي قدري معدله، ابغى حكي انا اسمع حلف الثاني اللي يقوم عقاب عليهم، والله ما تروح، والله ما تروح، والله ما تروح، والله ما تروح، والله انا غدينا في الثاني وانت اجلس. انا من يوم شفت العزبه ترتب وتقهوى منها والساعة 9 عينها وسخة هناك في الساحة. أبو فكري حبيبي، حتى الهندي يستحي على وجهه، حتى الهندي طيب يا أخي، حتى الهندي تعرف تعامل معه. الله عليه خارجنا، ما عليك الله يخارجهم، خرجهم الله يخرجهم، نستأنس حنا. زايد خرج على صمته، أول مرة أنا أشوف زايد متضايق إلى الدرجة، خرج أصلاً، واضح إنها طولت، واضح إنها طولت. رجع بغى يمد يده، ما أدري إيش فيه. في أنا ما مددي، لا ما مددي في ذمتي ذمة، يا جلستنا من بعد الظهر إلى الساعة 6 7 مغرب. لا إله إلا الله، في ذمتي ما هي. أنا ذاك اليوم الحان روقي للبث، أنا وعقاب نطقطق ونضحك ونروح مع الشيبان، حتى الشيبان أبو علي لعبنا عرض هني. وفي المطبخ صرحنا قهوتنا، ويوم جاء فقرة المطبخ جلسنا هنا. عقبه قمنا رشينا الثيل، انا قسما بجلال الله انا خلاص. هم في المطبخ، هم في المطبخ جابوا كاميرا علينا، هم في المطبخ عشان الناس تجي عنده. انا عقب اليوم يعني بيكون اغلبيه وقتي من العصريات وورا. ايه ايه الواحد يعني يراقب ما يقوم الا 10، خليه يرقد. خل لا 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 جت 10 يطلع عمر كم ريالتي حق اقعد قم نقز وسوي. يا اخوي احنا نقول لا تركضوا لا تسوي، لا اركضوا، بس لا اوقات يا اخويا. فقرات، فقرة علي هادي، فقرة علي العيدي، فقرة احمد العوض، ليه ما تعدي بها؟ ولا جاء يا اخي الا حياتك الواقعيه. يا اخي انا امس العب كوره انا والعيال، انا ونواف وحاتم وخالد نلعب كوره امس. ايه جاء وقت الريال، هذه واقعيتنا يا اخي. احنا برا ما نلعب كوره، ايه طلعت في الحوش لقيت لك كوره لعبت بها شوي ايوه صدق ناس، وعشر دقائق ولعبوا فيها، وترى ما عندهم احد يسولف، كانوا بس هم ما غير سته. عقب رحنا انتقاوه كوي، جلسنا بالكبي، جلسنا تقاو اقسم بالله انك تسوي زي كذا قربه مشقوقه ما في والله، انك تنفخ قربه مشقوقه. لا 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 لا، شفت شفت ايش بلا هذا الحين يمشي كأنه ميدان لابوه. لا لا مو بلابوه والله، صالح حسين. ايوه طيب يا رجل، هذا انسان يمشي في الشارع طيب ها. يا الله يا رب هذا جاني ماكو من حد. اي والله عند الخسيسه اللي براسها عاجه. يا عيال انتوا اثنين بالذات لازم اليوم نرقد الساعه 6 دقيقه. لا لا بقعد سهران لبكره، لا جلست الساعه 2 الساعه 2 ذي انا ما بقعد تجي عايزين لك قهوه الفجر. ايوه شفت المحل اللي احنا فيه الحين سلمنا اليوم اللي نقول نروح نرقد فيه، نرقد فيه لان فيها راحه نفسيه ومكيف ولا يهمك احد. الساعة 2 3 اللي منا بيصحى يصح الباقي. ايوه على ما يخصهم فقرة المطبخ، نرش الزرع هناك، نوصل الليات اللي عندنا، نحط لنا جلسة ونجلس. انتم كذا الثلاثة وين؟ المهم جلستي انا وياك، ترى اللوكيشنات اللي عندي وايد. انا اقول انا موزع اللوكيشنات. لا خابر هذا انا وياه ظهر كنا في لوكيشن. العصر انا ودا وحاتم في لوكيشن، يوم جانا عامر امير. لا اقصد المكان اللي ترقد فيه. ارقد في الغرفة. لا بالروشن. خلهم يجون فاضيين هنا. طيب. خلهم يروحون كل يوم هناك. يلا لا تجع، يرجع هنا يرجع عندنا حر. يلا لا تجع. والله حر. كم باقي؟ قوم قوم مشان قوم مشان. بدخل جوا. خل نروح صور. قوم يا نواف مشان. وين؟ لا تجي سحاب. روح صور الشلة اللي هنا. أنا. قوم. أنا. ريان. ريان. جيت عشانك وقمت خليتني. جيت ري عشان لا تصرف لا تصرف، جيت عشانك ري وتروح تخليني. عاد اجي معك بعد الرجيه تروح منها يو عليه
لا جاي فيه فيه ولد اجي معك عب هوا ما ادري من المعبي سجين عرفت ما في محطه جديده الهواء الاكسجيني معبي هو على الربع هم اظلم والله الحساء ما بدري ذكروني بالحساء وصحب اللي تعال 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 هنا تعال كلهم تعال تعال ابو عبيد خليه يجي أربعة من الحساء خمسة خمسة الحين جايز أربعة وش النطاري سهلهم ظهر لازم الساعة 8 ولا الساعة 9 وش بقول يوم صحي أقول يا الربع حد ذا ما في ريالتي هذه اسمها الجلسة الواقعية الجلسة الهادية نعم والله إلا لا 40 أبو حسين نعم. ولا يهون الربع لنا نص ساعة نسولف طال عمرك والله إنه مستكني مستحيل ما حد جانا بشرك من هالبيال شنو واحد الله يستر عليه دخل بلي عزوز الله عزوز دخل بلي عزوز, عزوز. المهم موجود حطه عذابي ذكروني بالحساء وصحب لي عذابي هيضا ما تحضر حاجة اليوم برد اليوم برد عذابي ذكروني بالحساء وصحب لي عذابي هيضاني ويتركوا عيني تهلي القصرية داق نشوه وطقطق نزل دريش جوكر 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 مصير معه بقول بكره بتصور مع الناس والله اقول صدق ما ظنيته كذا النسخه والله ما ظنيت حد يصور باللي مع عرفت مع اللي شاره تيتيت وش الساعات اللي عندكم جو يطلع لك وانت السياره هاي جو برستيج هاي ساعات جديده عطني ذي تشوف نفسك ملك طبعا انت نزل لك مكافاه 900 ريال ايش ذي ساعه قيمتها 300 طب يلا يا ابن الجامعه ابو 24 ساعه أنا أبغى 20 ساعة راح العهد بالحساء يا رجال بيكمل لي شهر من الحساء ومن هضي له ومن ترجل كل يوم يعطون واحد 24 ساعة أنا شهر أبوك اليوم كل واحد له 24 ساعة مثل ما أبغى يأخذ روح شقرة ويلي شقرة مولاه بقى عليه أربع أسابيع كل شقرة كل يوم يطلع واحد بعضهم إلى طلع قلنا أخذ أسبوع يا رجال أخوياك متبرعين لك كل يجوز الهلجو يروح ورا أبغى ساعات حنودنا وقلوب الدعم معه وقلوبنا معك روح جسدا وروحا وقلبا والله يستر عليك ويحفظك كذا يعني يجعلها في دعثور ما يثور هذا اللي قد احنا عندنا ما يبغيك قال روح الله يستر عليك يا رجال يوم يقول حاتم يروح القصيم تخبرونا المزاد اللي يجي في القصيم يا اخوي هو مزاد واجد القصيم زي كذا لا مزاد مزاد زين البل لا مزاد هو للبل آية في القصي العقالات العقالات لا والله نحن مجتمعين للبل حشا لا والله يمقال واحد من ربعي يا ولد أنا ودي أروح لدى العقالات ولا اللي براعينا عقت لكن ما تمشى سوجة نفس قلت أنا همشي بسعتك وانت قلنا عرجانا في القوعية قلنا ولد حنا قاصدين القصيم والعقالات انت معنا قال ها والله قد اقطع لكم طلي ثلاجه هو معنا ما قال حيه ثلاثه بس حيه ثلاثه هذا الجدول الصاحي الله الله ونتوجه احنا وياه على احد الكبار وناخذ ثلاجتنا معنا اللي فيها الطلي المقطع ونروح القصيم ها انا ماني باول مره ثلاجه القصيم في واحد اللي معنا اول مره خذ هنا الفندق نجيب يا رجل الفندق فيه راحة أشهد الفندق فيه راحة لحالة هجدنا اللغبة شنا صبحنا القصيم صباحا بدري ونمسي أصبحنا بعد الأصبحنا رقتوا رقدنا يا جاء مسيان مسيان ونقوم انت غدا غدا عجونا الحرق العقلات نبي قبل مغيب الشمس جينا قطعت الشمس ونعين مزاد العقلات ونعين الدواجة وقد العالم ممسي واللي مدخل حلاله واللي 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 قلنا ها بكرة نبي 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 نصبحهم نبي قلنا ها يلا وندج شوي في القصيم لا والله يوم يا ولد وش كم نروح فندقنا الونيس ونركب قديمة يلا 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 والله يا رجال الفندق راحة
والعقال هذا ما نجيه الا المغرب قد العالم خلفينا ولا جي ثلاثة ايام ولا جينا في نهار قومكم الله ذا القدر اللي لا تعشيت ولا تغديت منه بس انكم مستانسين والله مستانسي اذا قد الجروب اللي معك نيس لو انك في وش استنى استنى وعيا الجروب اللي معك غنها ولو انك في منتجع قرية سكريبت نعم حتى لو انك في قرية سكريبت نعم اللي تسلم تثق فيه ايش رايك تثق في رايه اعرف وش بيقول خلاه اثق انا خابر وش بيقول ايش ريح الطماط يا رجي والله ورد ريح الطماط مستحيل شقره شقره من الطماط شقره فلفل 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 ساجر ساجر جح شقر فلفل والله طماط والله ريح الطماط والله هذا كان جايني مع والله ما ينشف حاطين عاد حاطينه بالثلاجة طماط ها شفت وخربت راحت اما الهديه ثلاثه في الدنيا شفت ريح طماط بلا شم ريح طماط والله تسنى ريح الطماط والله ريح الطماط ما تقول فيه ما وانت معلقها في دلك نار خالد جربت عصير اللي يقوله حاتم خالد ترى هربيز يا خالد هربيز يصير وش هربيز هربيز خالد جربت العصير اللي يقوله حاتم يقول احسن عصير عنده عصير بقدونس بقدونس ما في عصير ثاني بعطيكم يوم تجون قصير حلو طعمه اي والله انك حلو حلو طعمه اي والله انك صادق يا معنا حلو طعمه انا معك اول واحد حلو طعمه عليه حرام بس دقيقه مو بقدونس الحرام بقدونس مع ليمون مع سكر بس رقع الليمون والسكر هذا والله اني صادق معطيك هذا تسويه ولا هو عصير موجود ينباع والله انه عصير بس ينباع بقاله يعني ها يا لا محل عصير عصير ليمون صنع محلي يا ابوي يعني خلطون على كيفهم اي البيت اي ما عادي انا احط حلبه وسوداء مع عصير مانجو مع شاهي مع سلق طماط مع برتقال مانجا برتقال مانجا عصير مانجا ما تحبه ما تحب المانجا يا اخوي هذا عصير دارج عند العرب طماط هذا يا اخوي مشروب غير طبيعي بقدونس اخاك ذوقه لا والله مثل ما قال عقاب يحرم علي يمكن بقدونس وسكر يمكن يا رجال سكر وليمون طيب خلاص تدري وش اللي رقعه انا يوم جينا ولا شكل بجيب ليمون رجال شاف الدوقه ترى ترى عمرك يطبخ مال حار قسم بالله انا البقدونس ماني بدالي كذا اشرب عصير ايش رايك يا رجال زين والله خصفت المراعي عقب الظهر اي والله حليب مراعي حليب ولبن اي والله زين خلطت نص الجوال تقدر تشوفه عقب اللبن والغداء حليب مراعي لبن يا ويلي يا لبن اخويا يا معرس ابو منى رجال تاكلون اكل ما ناكله وش 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 يا ولد غدا 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 يمكنك لبن بالبقاله وحليب مراعي كلها حليب ولبن مراعي وفي كاس واحد شو من ما يسوي ذا والله ما قد سوينا والله والله حرام مسوي لا لا مسوينا بس ما يسويها هو والله العظيم انكم حرم والله ايه مراحي مراحي بالثلاجة هنا بالثلاجة مراحي لبن وش حليب حليب لا لا اي هلا لبن وحليب الحين تخليه بتبع يا ولد صلاة على النبي صلاة على النبي شفت غرفة الثلاجة اللي عندنا غرفة النوم عنها لبن وحليب الحليب تخليه بلية بس شرط ايش شرط تنام سبع ساعات انا بس اكون محمرة الحين شيك تنسيت انا احبه بيدخل الجو ايوه الحين شيء جاء لا وصبيتها في قدك جوعان انت اصبر اقعد كذا وش ثلاث عقب انسى مدت انت 70 ساعه تنام بعد ذي ترى صايم صايم طيب الفطور 80 ساعه ترى انقصت الدرجه جاي يكون فردي صار 29 و200 خلطون عليه يا اخوي عادي يا اخوي كل في عونه لا اليوم دقيقه سبانيش وفيسكس خلطها يا لوكو لا لا في 60 عزوز نسويها اليوم النهايه النهايه عزوز عزوز ياكل كل شيء اقول لك يحط حلبه وسوداء مع عصير مانجو يشربها عزوز عزوز لا والله سواها اليوم يقول زين لبن والله عبيله ايوه لا لا ألف لا 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 اما حليب طيب مرق ورز لازم شيك عندك ايوه المرق يسوي حل الرز ليش تخلطها؟ بعد 900 ليش المرق غير الرز كتك بسونه بالمرق والحليب طير 82 عشان حامض كيف تحليه؟ كيف تسوي له ازدواج؟ مع الحليب ايه لا والله صاد والله انا صاد ولد جربها عقب الغداء قسما بالله تقوم تغسل يدك ترقد كذا عقاب يا اخي ليش الغش ذا يا رجل في العيون ما تروح اخذ الروح وراك شوي خطوتين الى الوراء هايمي لا والله بعد يلحجها عبيله يا رجل تنام على قص قص الحال ما في لبات تحت تقوم خدك هنا مرسوم فيه القص لا لا ما بعد لا والله اسمع اسمع سلام على النبي سلام ومرض سلام على النبي سلام على النبي والله العظيم ان هذا لبن غنم اي والله والله لبن غنم لبن صميد ومرقه
يويل تكبر عليك والسفن اب وبينت والنست بس تدري ايه بس هذه تدري انها جرى والله العظيم قول باكي كذا طيب ايش رايك بس دي تدري وين هذه في مهب الصري خير سبحه بس سبحه قل دبرور ما تعشق في الهراس قول اللي عقب العشاء ايوه خلاص تسدد المراس حطيتها في قدح كبير هذا هو الثلج وخليها تفتح كذا ومشيت تخرج ده مبسوط هو مبسوط طيب اسمع اكبر الجنوب اسمع اسمع حاطي ايش يقول جوه ثقه جوه جوه ويلي هدبرها هدبرها الاول احنا ما ادري وش كان دبروه علمكم انا الخلطة علمك الخلطة انا جبت بطاطس دريت اجزاء وحط عليه لبن لا لا شفت الخلطة عندي اشياء هذه ما تحصل هب ما تليها يا نواف ايش رايك بالرجال ما يتغدى الا معه كاتشب على الرز حلوة دلع هذا الدوحة والخليج عيال بنجرب فشفاش مع شطه جرب ما يخص حق الجمهور اشوف مشيتك متغير عشان كذا سالفه هذا مشي طال عمرك يا الله رافع راسي يا عقل نعم استريح استريح ريحها استريح ايش فيها ايش فيها ولا كامل الغاره لا كامل الغاره ترى خالد الرودي ترى الرودي بيحطها على الصدر كفو عقل يلا كفو عقل خالد الرودي في السبعينات يحطك على الصدام احمد ربك انا ما طلع معك ابراهيم احمد ربك والله لا يقصرون بكم جميعا احمد ربك بس على الصدام ها تراني جايكم عادي 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 عزوز بيجي لك يوم بيجي لك يوم بطلع معك ابراهيم على الصدام بيجي لك يوم ولد والله ما تاخذها والله ما تاخذها يا عزوز شفت الصدق الصدق ولعت فتيله يا رجيل